يحتضن هذا المكان أسرارا وقصصا بين ثناياه لأسر سورية لجأت إلى ولاية أورفا التركية بعد أن هجرتها آلة الحرب هناك. على هذه الأرض الوعرة تستقبلك صور طفولة غيبتها قسوة الحياة. وأي حياة في هذا الكهف الذي يسكنه أبو محمد هو عائلته المكونة من 7 أشخاص يعملون كل يوم أكثر من 15 ساعة. ويتساءل المشاهد هنا، ما الذي يستحق الحياة؟ والله بي أمراض بي ريحة، ريحة الحيوانات تتأثر على الولد الصغار، تتأثر علينا، بس مجبورين. شو بدنا نسوي؟ بدنا نشتغل. إذا ما اشتغلنا وين نروح؟ منين ناكل؟ مو صحيح؟ داحج أنت هذه الغرفة وهذه المغارة، هنا الحيوانات موجودين، مظبوط؟ إجباري غصب عنا، بدنا هنا مجبورين مشان نظل نشتغل مشان ناكل خبز يعني. لأن كل مقارة به عيلة، يعني شغلنا بالوسخ، ما حيلا واحد يشتغله. قال له احنا مضطرين، نجبرنا نشتغل به، ولا قبله بسوريا ما نعرف، حتى البقر ما نعرفه. كذلك هو الحال مع هذا الرجل، يسكن في هذا المكان الموحش مع أفراد عائلته 13. والقاسم المشترك بينه وبين العائلات السورية التي جعلت من الكهوف مسكنا لها هو العمل بكرامة، لكن مقابل حرمان الأطفال من المدارس. المدرسة صارت بعيدة عنها، فما عن نذر نقول إن شاء الله الموسم الجاي نسجل. تمام. السكن بالبلد غالي، هنا يعني السكن مقابل الشغل، مقابل المعيشة، مقابل مية كهرباء، ما مش سكن، ما مش هيش. بس فاطمة ترفض العيش في المدينة بعد 3 سنوات قضتها هنا مع أبسط مقومات الحياة. نحن يصحنا بيوت يعني نروح عليها، بس نحن يعني الحمد لله مشتغلين. طيب نروح على البيوت، ما بده زلمتي شو بده يسوي لنا يعني لحاله يشتغل؟ مصروف غالي يعني، إذا اشتغلنا هنا أحسن. مئات الأسر السورية يعيشون حياة اعتادوا عليها حتى صارت قدرا لهم بعد أن هربوا من قصف قوات النظام الذي كان سببا في إعادتهم آلاف السنين إلى الخلف، من البيت إلى الكهف.